مرحبا، أنا بن جلينسكي، المؤسس الرئيسي التنفيذي لشركة ليف جود. على مدار 20 عاما الماضية قمنا بإطلاق تشغيل بعض أكثر المنتجات والشركات نجاحا في صناعة التسويق العلاقاتي. لقد ساعدنا مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم على تحقيق دخل إضافي من المنزل، ودفعنا ما يقرب مليار دولار من العمولات، وتم عرضنا في جميع أنحاء الأنترنت، المجلات، الصحف، وحتى على التلفزيون. غالبا ما يسأل الناس كيف نجحت شركتنا في حين أن آلاف الشركات الأخرى فشلت. الجواب بسيط: التوقيت. التعرف على الاتجاهات في صناعة التسويق العلاقاتي، الاتجاهات في المجتمع، الاتجاهات في الاقتصاد، مع ارتفاع التضخم أكثر من أي وقت مضى، وارتفاع أسعار الغاز مما تسبب في ارتفاع فواتير الخدمات وارتفاع مدفوعات الرهن العقاري والإيجار وزيادة تكلفة السفر. يبحث الناس عن طرق يمكنهم من خلالها توفير المال دون المساومة على الجودة، وبسبب ذلك فإن صناعة التسويق العلاقاتي على مفترق طريق رئيسي. أصبحت المنتجات باهظة الثمن أكثر فأكثر، حتى تتمكن الشركات من دفع عمولات كبيرة وخطط تعويض. ولكن مع توجه عادات الشراء بعيدا عن المنتجات ذات الأسعار الأعلى بحثا عن قيمة أفضل، إن هذا النموذج لا يتوافق مع الاتجاه الذي تتجه إليه الصناعة. في الواقع إذا نظرت إلى بعض أكبر الشركات في صناعة التسويق العلاقاتي مثل إيربلايف، يوسانا، نوسكين، فإن عائداتها قد انخفضت بنسبة تصل إلى 20% عن العام الماضي فقط. حسنا، ارتفعت إيرادات شركات مثل وولمارت، كوستكو بنسبة 9% و 12%. على حد تعبير مدير التسويق العلاقاتي نوذر كازان، إن أيام بيع المنتجات باهظة الثمن، بحيث يصبح عدد من الأشخاص في قمة خطة التعويض أثرياء قد انتهى. لهذا السبب أنشأنا ليف جود بالتعاون مع خبراء الصحة والعافية رايان وليزا جودكن. لقد أنشأنا مجموعة من المكملات الغذائية عالية الجودة التي يحتاجها الناس على هذا الكوكب، ونوفرها بنسبة تصل إلى 75% أقل مما تفرضه الشركات الأخرى مقابل المنتجات الأقل جودة. خذ على سبيل المثال سوبريتس، ربما يكون أفضل منتج لصحة القلب والأوعية الدموية تم إنشاؤه على الإطلاق. جودة أعلى مع الكثير من مكونات معبئة بمضادات الأكسدة، من أفضل المنتجات غير العضوية مبيعا وبأقل من نصف السعر. ماذا عن زيت سي بي دي؟ تبيع شركات أخرى 500 ملغرام من زيت سي بي دي مقابل ما يقارب 80 دولار. إن الخاصة بنا هي أعلى جودة متاحة في أي مكان، ومع 750 ملغرام من السي بي دي فهي أقوى بنسبة 50% مقابل 18 دولارا فقط. ليس هذا فقط، ولكن كل منتج من منتجاتنا عالية الجودة يأتي مع ضمان استرداد نقود من قارورة فارغة على مدة 90 يوما. إذا أردت استرداد أي من المنتجات الجيدة التي طلبتها، فما عليك سوى إعادة القارورة الفارغة، وسنرد إليك أموالك بالكامل دون طرح أي أسئلة. ماذا يعني هذا بالنسبة إلي؟ علاوة على امتلاك منتجات تبيع نفسها فعليا في شركة تتماشى تماما مع عادات الشراء المتغيرة في السوق، نقدم لك جميع الأدوات والأنظمة والمواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو والتدريبات وكل ما تحتاجه لمساعدتك في كسب دخل إضافي بشكل أسهل وأسرع من أي شركة أخرى في الصناعة. وعلى أساسه هذا الفيديو الذي تشاهده الآن هو جزء من أقوى نظام تسويقي يعتمد على خط الطاقة أو ما يسمى بالباور لاين في هذه الصناعة، والذي يسمح لك بالحجز في منصب مؤقت مجاني في شركتنا قبل أن تضطر إلى الالتزام بأي شيء للبدء. ما يعنيه هذا هو أنك عندما تقوم بإدخال اسمك وبريدك الإلكتروني في هذه الصفحة، فإننا نحجز لك على الفور منصبا، ونعرض لك كل من يفعل نفس الشيء بعدك من خلال وضعهم تحت خطك أو خط الطاقة. وكل ليلة خميس هو اليوم الفاصل لتأمين منصبك أو تفويته، فكل من فعل حسابه تحت موقعك من خلال أن يصبح عضوا في ليف جود مقابل 9.95 شهريا فقط زائد 40 دولار تدفع مرة واحدة رسوم التسجيل، يتحول أوتوماتيكيا إلى الجزء العلوي من خط الطاقة فوق كل من ينتظر. ثم يتم وضع هؤلاء الأشخاص في المصفوفة القوية الخاصة بنا، ثم الملء السريع لجميع الأشخاص أسفلهم في خط الطاقة.
لذلك يقوم كل شخص بوضع المصفوفة في أعلى منصب متاح بعد المسجل. من خلال كونك عضوا في ليف جود ستوفر ما يصل إلى 75% من أعلى المكملات الغذائية جودة على هذا الكوكب للحفاظ على صحتك وصحة عائلتك. وإذا صادفت وضع بعض الأشخاص تحتك في المصفوفة وكنت تجني بعض المئات من الدولارات الإضافية شهريا أو بعض الآلاف من الدولارات الإضافية شهريا علاوة على ذلك فهذا أفضل بكثير. فالطريقة التي يعمل بها نظام التعويض عندنا يسمح لك بكسب أكثر من 2000 دولار شهريا في المصفوفة دون الحاجة إلى تسجيل شخص واحد. وإذا اخترت مشاركة منتجات ليف جود والفرصة مع الآخرين فيمكنك كسب المزيد بشكل متزايد، بمعنى من خلال مكافأة الماتشين بونس بمجرد تسجيل شخص واحد فإنك تضاعف قيمة أرباحك. مع انضمام ملايين الأشخاص إلى ليف جود خلال 24 شهرا القادمة فإن المكان الوحيد الذي يمكنهم الذهاب إليه في المصفوفة هو تحت الأشخاص المفعلة حساباتهم طبعا. لذلك فكلما أخذت مركزك في وقت مبكر كلما كان عدد الملتحقين بك أكثر. قم بملء النموذج الموجود على اليمين ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى ترى سبب تسمية الأشخاص لشركة ليف جود بأنها الشركة الأكثر إثارة في الصناعة. سنراك في القمة.